هو مكان القصر المطلوب معرفته في أسرع وقت، مفهوم؟ عالم، وينفذ في أقرب وقت. أوكي. كيكي، عاملة إيه يا حبيبتي؟ أنا طماطم صاحبتك، أنت زعلانة مني ولا إيه؟ أنا هجيب لك تاكلي يا طمطم. طمطم، فين أكل كيكي يا طمطم؟ أنا حطيت لها يا طماطم. طب ممكن نأكلها تاني؟ لحسن جيجعانة خالص. ما ينفعش دلوقتي يا طماطم يا حبيبتي، وبعدين أنا حطيت لها خلاص. أمال بقى زعلانة مني ليه يا كيكي؟ طمطم، أنا خارج. خارج رايح فين يا بوجي؟ رايح مشوار كده مع زيكا. طيب ما تتأخرش. ازيك يا طماطم؟ كيكي عاملة ايه؟ ملكش دعوة بيا يا بوجي، انا مش بكلمك خالص خالص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت لسه زعلانة مني يا طماطم؟ طيب بصي بقى، انا لما ارجع هبقى اصالحك. يلا بقى همشي عشان اتأخرت على زيكا. يلا باي باي. يا زيزي، انت يا زيزي، انت لسه يا زيزي قاعدة قدام الكمبيوتر؟ انا بحب الكمبيوتر جدا يا طنط، ومش عايزة اقوم من قدامه. غلط غلط يا زيزي، القعاد على الكمبيوتر كتير ده فيه ضرر على صحتك ونظرك. لازم كل شوية صغيرة تقومي من على الكمبيوتر عشان تريحي نظرك. ما انا بعمل كده يا طنط. ده انت طول الوقت قاعدة قدام الكمبيوتر، حتى الأكل مش عايزة تاكلي. أصل أنا بحب أعرف معلومات كتير من عالنت يا طنط شفيق. بس مش طول الوقت يا زوزي يا حبيبتي، لازم تنظمي وقتك. اسمعي كلام طنط شفيق يا زيزي عشان صحتك. آه، بقولك يا زيزي، أنت فاتحة النت؟ أيوة، ده عليه معلومات كتير قوي يا زيكو. طيب يا طنط شفيق يا زيزي، هتسمع الكلام بس يعني هتشوف لي حاجة كده وتقوم على طول على طول. يعني بدل ما تقول لها تقوم تستريح شوية، جاي تقعد معاها انت كمان يا زيكو؟ بقول لحضرتك على طول وهتقوم يا طنط. عايز تعرف ايه يا زيكو؟ عاوز اعرف معلومات عن النباتات النادرة. قول لي يا عم حسن، الراجل اللي لازم التاكسي ده فندي اللي كان معاه الشنط الكتير ده، مين ده؟ ده الدكتور عدوي، طول عمره عايش في بلاد بره، وكان بيجي لنا كل فين وفين، بس المرة دي بقى بيقولوا ان هو نزل ومش هيرجع يسافر تاني. بس ما افتكرش يا عم حسن ان الراجل ده هيسكن هنا، اكيد هيدور على حي راجي يسكن فيه. يعني انا ما عنديش فكرة. اللي بقولك يا ابراهيم، هو دكتور العدوي ناوي يقعد معانا هنا؟ والله هم بيقولوا ان هو له بيت دورين، هيعمل عيادة دور وهيقعد في الدور التاني. يعمل عيادة كمان؟ جاي من بره يعمل عيادة جوه؟ اهدي يا اخي، ما يمكن ليه عيادة في حتة تانية؟ لا، وبيقولوا ايه كمان، الكشف هيبقى بأجر رمزي. نعم يا اخوي، أجر رمزي؟ الله، ده راجل أصيل زي ابوه الحاج فهمي. ربنا يستر، اما نشوف آخرة الرمزي ده ايه. يا بابا، لو سمحت يا بابا، ممكن ترجع كده من قدام التلفزيون شوية عشان أنا مش شايف خالص. بابا يا بابا لو سمحت. عاوز يا شكشك، وجعت دماغي يا أخي. ما أنا عاوز أشوف معاك يا بابا، ما فيهاش حاجة أبدا لما حضرتك ترجع شوية ونشوف سوا. ما أنت عارف إن نظري ضعيفة شكشك، ومش عارف أشوف غير كده. طب وانا ذنبي ايه بقى يا بابا؟ ما انا عاوز اتفرج زي حضرتك، ولا يعني اروح اتفرج عند الجيران. ما كفايه عليك تسمع شكشك وانا اشوف لك. يا سلام يا سلام عليك يا بابا، دايما تتجاهلني ولا كاني موجود خالص. اوعى تكون زعلان شكشك. ازعل من حضرتك ازاي بس يا بابا؟ ودي تيجي يا سيدي على راحتك، انا هعرف الرؤيه من القهوه او من الناس اللي في الحاره. هتسيبنا اتفرج لوحدي يا شكشك؟ وهتفرق ايه يا بابا معاك؟ ما حضرتك فعلا بتتفرج لوحدك،
طب خليك معاي عشان خاطر الشكشك، ما تسيبنيش لوحدي. حاضر حاضر يا بابا. ها فهمت الخطة ولا لسه؟ ها خطة ايه؟ خطة ايه يا ابو صباح؟ خطة؟ خطة ايه يا بابي؟ الخطة اللي انا حطيتها عشان العملية. عملية؟ فاهمين مش كده يا ابو صباح؟ فاهمين. بقولكوا ايه، ما تركزوا معايا وما تغلبونيش، اي غلطة هتكلفنا كتير، فاهمين؟ فاهمين. بس ناكل الاول عشان ما ننساش اللي فهمناه. صحيح، ناكل الاول تبقى حاجة جميلة جدا. الاكل بعدين، فاهمين؟ What is this؟ مش ممكن، مستحيل، ومصيب. No!